كيكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموت المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي بيوم جديد وصباح جديد من يوم اثنين طازج خلاص. طبعا قبل ما نبدا الفيديو لايك صغير يشجعني ويدعمني، جيبي حاجه تشربينها ويلا نبدا الفيديو مع بعض. شوفي يا طويله العمر والسلامه، انتم عارفات انه انا سيارتي سويت فيها حادث، تمام؟ سيارتي بالتصليح احتمال تطلع اليوم خلاص كذا. قلت لابو ساره قبل ما تروح للدوام نزلني انا وساره عند امي صبوحه يا بنات، وابغى اروح وين؟ ابغى اروح عند امي. طبعا الصاله كلها نظيفه عندي بالصباح، الكنبه من فسختها ملابسها حفاظها يعني تكرمون، والبيت يا بنات نظيف، حتى اني مشغله المبخره هناك، غرفتي وغرفة سارونا كل حاجة نظيفة، غرفة الملابس مشغلة كذا تلفزيون. يلا كذا خلني أغير الصبوحة وأنا أنطلق. هذا الورد اللي جاني من أم فارس الله يسعدها يا رب، متابعتي حبيبة ومتابعتي يوتيوبر برضو طاقة حب مع سوسو الله يسعدها يا رب، هذا اسم قناتها. خلاص خلني أوريكم شو بلبس الصباح. شوفوا بنات بلبسها هذا، أكتب عليها بي يعني نحلة، وبلبسها هذا القميص، هذا كان من شين. طبعا طلبت البنات طلبية تخيلوا ب 1800 ريال ملابس شتا بس مو كلها، طلبت لهم جزم ملابس جاكيتات، بس اللي بقالي بجايم تمام، وجزمتين لسارونا بس، البجايم ما خذيت من عندهم، طقطقت اشياء خفيفة من البجايم، لكن ملابس طلع بكذا خذيت من عندهم، وبرضو كمان ما خذيت لسارة هي لهبات من عندهم، قلت هذه اشوفها على نظر عيني زين، وجاكيت دافي كبير لساره قلت اخذ من هنا حلو. اما صباح لا شطبت عليها، بقيت بس انا بس باخذ لي اغراضي، قاعد اعبي السله كل يوم اعبي السله وارجعها، وفي بعد باذن الله تعالى كرتون وبيطلع لكم، وصل الكرتون بس باقي اصوره بتشوفونه معي ان شاء الله، في اغراض مره غريبه. الحين تعالوا خلوني اغير الصبوح ملابسها ونروح البيت اهلي، هذه قهوتي باخذها معي بالسياره وبعد كذا ننطلق. شوفوا بنات اريد اوريكم العبايه اللي لابستها انا، شوفوا ما ادري واضحه ولا لا عشان كانه مظلم هنا، دقيقه انا مطفيه النور كذا كويس. بنات من احلى العبايات اللي ممكن تشوفونها في حياتكم، شوفوا شوفوا بنات تحكي العبايه، وطبعا كلها سوداء بس جميله جميله من قلب، جميله جميله حلوه حلوه فيها طقطق من قدام. خلوني اطفي الضوء خلاص حتى البيت شوف نظيف مسحته، البس منديلي واطلع بعدين اصور لكم باذن الله تعالى. بس هكذا سيارتي هناك من غير شر تطلع اليوم الحمد لله. بسم الله هذا وساروني برا، شوف معاي كل اغراضي، معاه صبوحه قاعده زي النار فك شال ربطه، شفتك 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 يا زوجي فك لها الشر، ما يحب احط شيء على راسها. شفتك ها؟ مفك. لمحتك ما تحب تحط شيء على راسها، لا تخاف. لا والله انفك. والله ما اجيبها. طلعنا خلاص كذا. اسولف انا وابو ساره عن الزحمه بالرياض، شفت سياره شفت باص هنجر ستيشن، قلت لرجلي هنجر ستيشن الصبح. فيقول لي وقفوهم بالرياض وين يوسف؟ المناطق الكبيرة الرياض وجدة كذا تنظيم، يسوون تنظيم. عشان التنظيم، فيقول وقفوهم عشان التنظيم. طبعا انا عشت بالرياض، عشت بالرياض تقريبا 3 سنين مو مع ابو ساره اول يعني يعني بزواجي الاول 3 سنين عشت، من اقرف المناطق اللي ممكن تعيشون فيها بسبب الزحمات خلاص. وعشت بسكاكه وعشت بالقصيم، لما تعيشين بمنطقه صغيره زي كذا، حتى القصيم ترى عنيزه ما كان فيها زحمه. صادق انا عشت بعنيزة وعشت بريده زحمه صراحه، فيها زحمه بريده، وسبحان الله العظيم بريده ما هي مريحه نفسيا زي عنيزة، عنيزة فيها راحه نفسيه مو زي بريده. بريده اول ما دخل اول ما ادخلها احس بتكه، ممكن عشان الزحمه، عشان الزحمه اي الزحمه دائما تعطي انطباع بالازعاج. وترى اهل المدن زي المدن الصغيره زي سكاكه كذا لما يروحون المدن كبيره تجيهم ينزعجون لانه ما تعودوا على العدل. سياره واحده بس قدامها اتحملها، بس سياره واحده، هم ما شاء الله قدامها 1000 سياره وقاعد يسولف يتقهوى
عادي عادي ما شاء الله كل واحد بسيارته فرشة وتبغى شاي سفر على ما يوصلون يوقف على الرصيف وتقهوى قبل ما تتولع الشعر ويمشون. اي والله تعودي بس استور بس احنا ما تعودنا على الاشياء. انا اذكر ابوي، تذكر ابوي الله يرحمه كان يضيق صدره من الاشارات ما يوقف عند اشاره خالي ابد الله يرحمه يروح من يمين ومن يسار تولع الاشاره وتطفي يوم بعد لف ولا رجع بس عشان يوقف. ترى انا طالع على ابوي اكره الاشارات كره اعملها، شفت اشاره قدامي اروح يمين اهم شيء ما اوقف عليها الا عاد لما اكون عاد مجبر ان اخاكر بطل لا عاد بوقف عليها. ابوي اذا شاف الاشاره بس يمين على طول ولا يسار ما يحب ما يحب نهائيا راح يمين راح يسار يطلع شارع السد ويرجع الاشاره تولع وتطفي. اتذكر لما يكون مثلا راكب مع رجلي ولا رايحين مشوار وهو معانا الله يرحمه لا شاف الإشارة يقول راح يمين راح يمين راح يمين راح يسار راح يمين الإشارة خضراء إيه ما الله يرحمه يغفر له الله يرحمه يغفر له اللي ما احتك بأبوي عن قرب. أنا أبغى شهادة رجلي، شهادة يسألك الله عنها يوم القيامة بس كذا. لا تناظر لي أنا، لا تناظرني أنا إني أنا زوجتك، ولا تناظرني إنه هو جد عيا جد أولادك، لا تناظر لي كذا كلمة حق في الرجل هذا بس. صراحة خالي رجل من النوادر، إن بغيته شاب شاب، إن بغيته رجل كبير كبير، إن بغيته يعني يجي معك كل شيء، ما يعني بعض كبار السن تجلس معه لازم تتكلم معه بعقليته هو، ولا 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 ما تجلس معه هو لا هو ينزل عقليتك أنت، تتكلم معه يعني مثل قاعد طالع مباراة طالع معك مباراة عادي، تبي تطلع تمشى تروح حديقة يروح معك. ما تقول يعني هذا عمره كبير عمره صغير عمره لا سبحان الله العظيم. فزي لجنا الناس دول هذول الناس ونسين بالحين ترتاح لهم مرة، زائد إنه ما شاء الله يعني ما شاء الله أخلاقه عالية رجال حكيم ما شاء الله عليه، ذاكرته زينة ما شاء الله عليه، يعني قص لنا قصص قديمة وكذا نستمتع بها صراحة. وقلبه نظيف وقلبه نظيف ولا يحقد على أحد، مرة ما يحقد على أحد. وفي يعني نقطة يعني أهل الشباب معروفين بها اللي هي الكرم، يعني رجل كريم كريم سخي جدا 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 يعني فوق ما تتصور. تتوقع اني طلعت لابوي وصف هذه ولا لا؟ ترى كرم بالشمال يعني الاشياء اللي انا لاحظته وشفته، ترى كرم مو بالكرم انه لجاك ضيف انك تعشيه ولا توكله ولا تعطيه، لا هذا مو بكرم، هذا واجب. الكرم وشو الكرم؟ الكرم لما انك تسوي شيء هو مو مطلوب منك، يعني وش مثله يعني؟ تبادر يعني بشيء مو مطلوب منك وبدون هو ما يقول لك. كأنك تفزع صح؟ إيه كأنه فزع، يعني تشوفه بضيقة ساعده، تشوفه مثلاً محتاج شيء تتلمس حاجته وش بك يا فلان وتساعده، يعني تساعده معنوياً وش اسمه ومادياً مو بس بالكلام، كلام سهل الكلام كلنا يعرف يتكلم. هنا هم لا صراحة يعني أنا لاحظ شيء لاحظته فيهم يعني. طبعاً ليش أبو صار يلاحظ الأشياء هذه؟ زوجي ما هو شمالي، زوجي من نجد، زوجي قصيمي، أنا اللي شمالية، أنا يعني من سكاكي. الحمد لله كل الناس بهم خير يعني. الحمد لله. لكن يعني هنا شوي بزيادة يعني شوي زي دي يعني تحس بش أي شخص يجي يحس بالأشياء هذه. يعني هذا هو الكرم اللي أنا أشوف إن هذا هو الكرم. الكرم لجك ضيف أكيد تبي أكيد إنك تبي تكرمه. بس هذا ما هذا مو من الكرم، هذا واجب عليك، هذا من ضيافته. شو اسمه الضيف وقع ابو ساره خلاص ومشينا، بس انت ما جاوبتني يوسف. تحس اني طالع على ابوي بالكرم ولا لا؟ الكرم ايه طالع على ابوك. تحس انه عندي كرم مفرط ولا تحس اني طبيعيه؟ زايد شوي بحر تبهير والله قاوس بحر بالليل والله يا بنات قسم بالله اللي بيدي مولي والله العظيم، اوقات اعجز اجمع اكذب عليكم والله، اوقات اعجز اجمع والله اني اللي بايدي مهولي مهولي، يعني فرضا بيتي بهنا واقص مثلا على سبيل المثال، اهلي مثلا اروح فرضا لامي فرضا، يعني امي ما تتكلم يعني ما تطلب، الحمد لله ترى اهلي بخير يعني، بس لما مثلا ادخل فرضا ادخل مثلا المطبخ مثلا اطالع سله البصل شوي اجيب بصل افتح الثلاجه ناقص بندوره اروح، فهمتوني؟ اتلمس حاجات اهلي اتلمس حاجات بيتي، رغم ان ابو ساره مو مقصر الحمد لله ومصروف البيت كامل يجي، بس سبحان الله العظيم اللي بيدي مهولي.
وهذا الصفة هذه صفة كانت بأبوي. أبوي يعني سبحان الله العظيم اللي بيده ما كان له، ما كان له. والصفة هذه على قدر ما هي متعبة بس أحبها، أحبها. يعني لما أدري فرضا أني مثلا أتلمس حاجات بيتي، أتلمس حاجات أهلي، أتلمس حاجات الناس، أفرح فيها. الحمد لله وشعت هي دنيا، كلها كنا رايحين من هالدنيا، ما حد ما حد ما حد بيروح وماخذ معاه فلوسه، ولا ما حد بيروح وماخذ معاه حلاله، ما حد رايح ماخذ معاه شيء. اضمني لي انك تعيشين البكرة، بس ما حد يضمن اني اعيش دقيقة، ما اضمن لك اني اوصل لهالي الحين، ما اضمن، ما حد يضمن. فالله يا رب يحسن خاتمتنا، ونلقى الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى كان كريم، صفات الله سبحانه وتعالى الكرم، نلقى الله سبحانه وتعالى على ما يحب ويرضى. وحلو لما يكون عبد من عباد الله في الصفة هذه، يعني تلمس الحاجات. يعني مثل واحد من اخوانك مثلا، او واحد من اقاربك عنده مثل فاتورة كهرباء ما قادر يسددها مثلا، تجي تسددها، تسدد عنه الفاتورة هذه، راح يكون لها اثر كبير كبير عنده. انت عندك شيء عادي، فاتورة كهرباء سددتها 200-300 ريال مي شيء يعني بالنسبة لك، لكن هي تبقى عنده اثر كبير انك فرشت كربته، فرشت كربته. ولا تدري بعد مماتك، ما تدري وش اللي ينقذك من النار. يمكن العمل البسيط اللي انت سويته وانت تشوف انه مو بشيء، بس هو عند الله كبير، يمكن هو اللي ينقذك من النار، هو يسر لك حجاب عن النار. يمكن هالشخص هذا اللي انت فرجت عنه كربته يغنيها الله ويبدا يتصدق عنك، يسوي لك مثلا، يسوي لك مثلا بير، مو بير، شو اسمها هذه، صدقه جاريه. وتجي يوم القيامه تلقى جبال ما حسيت، ما تدري منين جتك هذه، ما تدري. هذه كله من عمل الخير انت تسويه بظهر الغيب، ويجيك اضعاف مضاعفه. الله ينمي الصدقات ويربيها. لا يعني تلمسوا حاجات الناس، ترى الناس والله الناس انهم حاجه. لا تقول هذا ظروفه زين، ترى ما تدري انت عن ظروف الناس، ما تدري. صح، يقعد قدامك ويسولف معك ويروح يجي، وانت ما تدري عن ظروفه. لا بد تتلمس حاجاته، لا شفتها متكدر، لا شفتها ضايق صدره، لا شفتها في ازمه، لا شفتها. لا تقول انا مالي دخل هذا، لا، قد الوضع هذا قد يكون عليك انت في يوم من الايام، ما تدري. الدنيا دواره، يوم لك ويوم عليك. الله سبحانه وتعالى اذا اعطاك المال وشافك المال هذا تاكله لك لنفسك انت واولادك، ولا يعني ولا تتصدق ولا تلمس حاجات الناس ولا تعمل فيه لله، قد يزول منك. الله، الواحد لازم يأمن مكر الله، لازم تصدق. صدقة طهرة لك ولنفسك وأولادك، طهرة طهرك هذه من الذنوب، من كل حاجة. وظل يوم القيامة تظل المؤمن ذي يظل بصدقته. ما تبقى لأنفسكم والله يبلاث الدنيا، ترى والله الدنيا ما تشوي. واحد الواحد ينام ما يدري يصحى ولا ما يصحى، ينام ما يدري ويقوم بكرة ولا ما يقوم. لا والله الدنيا ما تسوى شيء. تسامحوا من أهلكم، من أخوانكم، من أصدقائكم، من أرحامكم، من الرحام. تسامحوا، خلوكم ناس متسامحين. تنازلوا عن حاجات كذي، تنازلوا. لا اتركوا الكبر، واتركوا الكبرياء، واتركوا ذولي. والله ذولي وردنا النار، والله ما منهم خير. ذولي ورد كبرياء، من عندي كبرياء انا، ما ادري وش ايش كبرياء، ما في شيء اسمه كبرياء. ما كبرياء، الدنيا حقوق، لك حق تاخذه، ما لك حق خلاص. احد اخطا عليك، اذا تقدر تسامحه سامح، هو راح يتندم من نفسه، راح يتندم ويرجع لامك ويتاسف لك. اما اذا انك كبرت السالفه راح يعاند، اكيد انه يبي يعاند وتكبر السالفه. الله يوفقنا وياكم ان شاء الله. امين يا رب، امين. بوقف عند البقاله بنات هنا، قلت لابو ساره ابغى البقاله هذه، انا ابغى انزل بس. يا خيك انزل انت، ايش سويت؟ شوف هذا المعمول، خلاص جيب معمول يكون مكتوب عليه معمول بدون سكر بس. أبو سارة بالعمل، طبعا أبو سارة مهندس بالهلال الأحمر، لابس ملابس العمل، تمام. نزل كذا للبقالة، هذا هو مع صبوحة، وجاء هنا جهة المعمول. الحين تشوفونه، قلت له هات لي معمول، هذا هو، شوفوا لابس أحمر. قلت له هات لي معمول بدون سكر، بدون سكر مضاف. والله واقف عند المعمول الخط هذاك، مو بعارف. خلاص بنات أوريكم المعمول اللي جاب ليها أبو سارة. هذا بنات شوفوا، أتقهوى عليها أنا وأمي بدون سكر مضاف بالبر، تمام. أخوي الدكتور فيه، هذه سيارته عند الباب، غريبة ما طلع. إحنا نبغى نجن على صباح،
اليوم اللي اجي بدون صباح يقول لي وين صباح؟ لا تجيني. اقول ما تجي، قلت له برا. لا شوفي، يا تجيبين صباح وتجيني لا تجين. شو الفايده جاي بدونه؟ كل ما دخلت وين صباح؟ والله كل اخواني وين صباح ما جت، اطلعي برا يلا. وصلت بيت اهلي خلاص. يوسف لو سمحت يا زوجي تنزل الاغراض. نزلها حطهم عند الباب وتاخذها من العامله بس. وقفنا كذا الا هذا اخوي. يا بابا طبعا اخوي بالفنيلة والسروال. هذه طلبيه، هذه مسن شبي اي من برا. والسروال هذا، السروال هذا اخوي ايجار. والله صراحه من ايش ايجار طلبيه السروال سوي صراحه. الفنيله الطلبيه وبنطلون ايجار السروال مشرب رمادي تحجي صراحه. لا تناسق لازم، لا احد يشوفك والله. انا شافك احد صراحه بيلعن يبي يدوخك. جيت هالمرة مو تقولي لا تجي من غير صباح. دخلت كذا خلاص. هذا اخوي دخل ومعه بنتي، طالع بالسروال والفنيلة ما ادري وين رايح. خلاص سكر الباب يوسف الله يجزاك خير. رجلي راح خلاص. انا دخلت امي نايمة صاحية خلاص. انا كذا عند اهلي خذيت لي حبه معمول وهذه قهوتي، بس حاطه كريم على ايدي والفنجان يزحلق. شوفوا الاناقه والشياكه يمديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زين اجواء اهلي الصبح، ويا زين الاجواء ببيت اهلي الصبح. امي قاعده تحفر باذنجان، خلاص خلصت يعني اخر شيء، ما ساعدتها لانه اخر شيء. تبغى تسوي محشي اليوم؟ شوفوا ما شاء الله هذه زهرتي المفضله اللي يعرفون اني احب هذه الزهر، واحب زهر الدوار الشمس عرفتوها. ابوي كان يقول لي انت ريحانه بناتي. خلاص شوفوا زهره الريحان، من احب من احب الزهور على قلبي. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا بيت اهلي. شوفوا ماما وش زارعة هنا، هنا زارعة شوفوا، هذا صناعي. تقول ما ابغى احط هنا مي، ما ابغى اسقي مي علشان ما يضر الجدار ويتشقق الدهان. شايفين؟ شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. تسمعون صوت الطيور؟ أجواء يا بنات تحفة، من قلب من قلب الأجواء تحفة. طاح الكوب يزحلق. تكفى للطيح، بس أوصل للطاولة. تكفى للطيح، تكفى تكفى. بسم الله. أوبسي طاح. يلا تنام يلا تنام، لا تبح لا طير الحمام. يلا تنام يلا تنام، لا تبح لا طير الحمام. روح يا حمام لا تصدق، كذب عصبوحة تتنام. صبوح صبوح ندقة، شعرها أشقر ومنقة. شوفي 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 دب الليلة. الحين ابغى اسوي فطور قريب لامي. جبت هنا ثلاث بيضات وبحطهم هنا، حطيت زيتون وبندوره وفلفل رومي والبيض، والحين ابغى احط لبنات الملح. تمام، وبس اريد اخلطهم مع بعض. بسم الله. جبت انا قرص بيتزا، عندي جبن موزاريلا. طبعا هذا لي ولامي، مو كله لي والله لو اني فيل.
خلاص الحين المقلاه غير قابله للالتصاق، تحطين زبده ولا تحطين زيت زيتون، بس اهم شيء مو زيت نبات. زيت واتهل المقلاه. تمام، جوجوبا موزاريلا يا بنات، لا قرب البيض يستوي، اوزع الجبن واطويها كذا، بعدين اقصها بالنص، نصها لي ونصها لامي لان كميه كبيره. مع الاسف المقلايه تلزق، بضطر احط شويه جبنه كذا وناكلها بالتوست او بالخبز، خبز طبعا العادي. تمام، طفيت على النار خلاص، بس بحط جبنه. طبعا ما تحطون شبيه الجبن بالدايت، لازم يكون جبن موزاريلا، اذا شبيه جبن لا تكثرون. هذا جبن موزاريلا يا بنات، خلاص خليني اغطيها شوي كذا تكون قضيه. الشاي، سويت كوب شاي لامي، كوب شاي لي، بوريكم افضل افضل سكر صناعي رفيق رحلتي في الدايت. هذا يا بنات تروبيكانا، هو الافضل بالنسبه لي، حتى نكهته طعمه افضل بالنسبه لي. حاليا انا عندي ستيفيا بس مو مره معانا، ما احبه، بس استنى يخلص وبرجع اجيب تروبيكانا لانه سكر طبيعي مره حلو. السعرات اللي بالظرف الواحد 3 سعرات فقط. يلا خلوني الحين اجيب البيض. ترى ايش رايكم المنظر؟ حكايه، امي تبغى تكيف عليه، خلوني اخذه. في اطعم من كذا مره يا بنات، لذيذ مع الخبز ولا التوست. يفترض اسوي قرص بس عادي طلع معنا بيتزا، يعني ما هو مضر. شوفوا امي هنا حافره الباذنجان، قلبته كذا علشان يصفي المي اللي فيه. امي شيف على فكره، يعني اذا ما تدرون. شوفوا تمام علشان يصفي، والله اللي ذقته طبخه. تبغى تقولون الله يا رب يحفظ كل الامهات طبعا ويبارك فيهم. اتوقع كل واحده عندها طبخ امها مميز. كذا اكون وصلت معاكم نهايه فلوق الصباح اللطيف هذا، يا رب تكونون حبيتوا، يا رب تكونون استفدتوا منه أشياء صغنوطة كذا تشاركوني فيها صباحاتي. اليوم وعد بإذن الله تعالى بينزلكم فيديو روتين الجمعة اللي صورته لكم من يوم الجمعة بس ما نزل، وبكرة بإذن الله تعالى وأخيرا فيديو المطبخ، بتشوفون المطبخ بنقلة كبيرة كيف تحول إلى مطبخ ريفي، حطيت فيه سجادة وطاولة طعام جديدة. خليكم قريبات، أحبكم من أعماق قلبي، رب اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.